الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لتتبع وباء كوفيد 19 ببلادنا. نقدم لكم بطبيعة الحال النتائج كما رصدتها المنظومة الوطنية للترصد الوبائي والتصدي لهذا الداء، الحالة التي تهم 24 ساعة ما بين الساعة 6 لمساء الأمس إلى حدود الساعة 6 ليومه 20 أبريل 2020. خلال هذه 24 ساعة أكدت لنا المختبرات الوطنية 191 حالة إضافية، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية هذا الوباء يوم 2 مارس 2020 3046 حالة مؤكدة مخبريا، فيما تم استبعاد أكثر من 1000 حالة جراء التحليلات المخبرية، فيصل بذلك عدد الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 13340. بطبيعة الحال هذا الحالات لازلنا نسجل مع الأسف بعض البؤر زيادة على البؤر العائلية، بؤرا تضم عددا أكبر من الحالات وتهم عدة وحدات صناعية على الخصوص، حيث سجلت بؤرة جديدة بالدار البيضاء رصد بها ما مجموعه 31 حالة، فيما البؤرتان متعلقتان بمدينة طنجة سجلت بكل واحدة منهما 15 حالة و31 حالة، فيكون بذلك العدد الإجمالي لهاتين البؤرتين 55 حالة و42 حالة على التوالي. بؤرة أخرى بمدينة العريش سجلنا بها 13 حالة إضافية، فيصل المجموع إلى 48 حالة. ثم بؤرة كانت على نطاق أضيق شيئا ما بمدينة وجدة وسجلت بها 6 الحالات. بطبيعة الحال لازلنا نتابع متابعة دقيقة المخالطين لجميع الحالات المؤكدة التي نسجلها، وهي العملية التي مكنتنا خلال هذه 24 ساعة من اكتشاف 80% من الحالات، أي ما مجموعه 153 حالة من 191 حالة المسجلة في هذا 24 ساعة، علما بأنه لا زالت 5814 الحالة ديال المخالطين تحت المراقبة الصحية. بالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات لمجموع الحالات المؤكدة إلى حد الآن، فنجد جهتي الدار البيضاء السطات ومراكش أسفي هما الجهتان اللتان سجلت بهما أكثر من 50% من الحالات. ملاحظة أخرى هي أنه نسبة الفتك أو عدد الوفيات من بين جميع الحالات المؤكدة في انخفاض، نظرا لأننا نكتشف الحالات مبكرا وفي حالة صحية جيدة، فبحيث وصلت هذه النسبة إلى 4.7%، فيما وصلت نسبة المتعافين إلى 11.5%. يجب الإشارة إلى أنه خلال هذه 24 ساعة فقد سجلنا مع الأسف 2 ديال الحالة ديال الوفيات، حالتي وفاة إضافية، فيكون المجموع ديال الوفيات منذ بداية الوباء هو 143 حالة وفاة، وسجلنا 23 حالة شفاء إضافية، ليصل بذلك مجموع الحالات المعافات إلى 350 حالة. بالنسبة للتوزيع حسب السن، فإن نلاحظ ونسجل انخفاضا في معدل العمر بالنسبة للحالات المؤكدة، حيث وصل هذا المعدل إلى 42 سنة، ولكن لا زال التوزيع النسبي هو بحيث أنه
الفئة العمرية من 40 إلى 65 سنة تشكل أكثر من 38%، متبوعتان بالفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة. هناك بطبيعة الحال تفاوت في هذه النسب وفي المئوية وفي هذه المعدلات ما بين المتعافين والهالكين، بحيث أن معدل العمر بالنسبة للمتعافين هو 48 سنة، في حين أن معدل العمر بالنسبة للهالكين هو 65 سنة. بالنسبة للتوزيع حسب الجنس، بالنسبة للمتعافين هو 50% 50%، في حين أن التوزيع حسب الجنس بالنسبة للهالكين هو 34%، يعني تقريبا ثلث من النساء وثلثان من الرجال. بالنسبة للحالة الصحية للمتعافين أثناء التكفل بها، ف 96% كانت في حالة صحية بسيطة، في حين أن 4% فقط كانت في حالة صحية حرجة. وبالنسبة للهالكين فإن 20% فقط كان تم التكفل بهم في البداية وهم في حالة صحية مستقرة، وفي المقابل 80% كانوا قد بدأ التكفل بهم وهم في حالة صحية حرجة. فإذا مجمل ما شهدته هذا 24 ساعة هو استمرار هذا البؤر، وبطبيعة الحال استمرار البؤر الصغيرة التي تشكل خاصة في المحيط الأسري للحالات. فبطبيعة الحال مزيدا من الحذر ومزيدا من التقيد بإجراءات العزل والاحتياطات ووسائل الوقاية التي لازلنا ننصح بها ونطلب المزيد من التقيد بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.